تدفعي اخرتك؟ لا هون وصلت مواصيلك ترفعي دعوة على امك؟ يا واطي يا بلا اخلاق يا بلا تربية. حضرتك روباديب؟ نعم. شوفي عليكي دعوة بالمحكمة. دعوة؟ لو سمحتي توقعي لنا هون. ابن الكلب. يا الله بعد خطه مسكر. ما يقوموا يبلغوها الدعوة؟ بتنزل الدنيا فوق راسنا. انت ما بتعرفها للماما جلال؟ ما بتعرفها؟ هاي اخرتك؟ لا هون وصلت مواصيلك ترفعي دعوة على امك؟ يا واطي يا بلا اخلاق يا بلا تربية. مرت عمي طولي بالك شوي. صدقيني هيدي الدعوة ما عاد لها اهمية ابدا. هلا كنت عم بحكي مع المحامي حتى وقفها، حتى الغيها وسقطها. انت سوسي. الله يسامحك مرت عمي. عم تقولي لي هيك لانك بعدك ما بتعرفيني منيح. انا كان كل همي اني حافظ على حق مرتي. شكلك انت بعدك ما بتعرفني منيح، لانه لا انت ولا مرتك ولا حدا على وجه هالكره الارضيه له حق عندي اذا انا ما بدي اعطيه. وهي الدعوه حتى لو ما تسقطت بتبلى انت ومرتك وبتشرب ميتها. يا دلي شو تقول؟ الو متر وينك عم دق لك خطك مسكر خربت. لك ايه خربت الدنيا. هلا بتسقط الدعوه، هلا بتلغيها بتتنازل عنها، ما بعرف شو بدك تعمل. طيب يلا شو قال لك؟ شو بدي اقول لي؟ رح يتنازل عنها. ايه زياد شو صار معك؟ كتير منيح، رجع على البيت هلا. لا مش هلا، بكره انا بقلك اي ساعه. خلص يلا باي. مرت عمي نحن جايين حتى نعتذر منك. ليش اللي عملتوه بينقضى باعتذار؟ معك حق تزعلي. مش بس اعتذار، انا هلا حكيت مع المحامي وطلبت منه انه يسقط الدعوه، وعدني انه لبكره بيكون كل شيء محلول. ماما نحن بنعرف انه تسرعنا شوي. تسرعنا كثير مش شوي. بس وحياتك من هلا ورايح ما راح يصير الا على خاطرك واللي بدك اياه انت. بس المهم تسامحينا. ماشي، لأنه ما بدي مشاكل راح غض النظر عن هالموضوع. بس أنت تالا بتعرفيني كتير منيح، أنا ما بغض النظر بالهين. راح أعتبر هالشي مصاري.